طيب كابتن ماجد، خليني اجي لك. يمكن طبعا دور المدير الاداري اكيد دور كبير جدا، ولكن يعني دايما ما بتبقاش في الصوره. ظاهر فلو عايزين نتكلم معاك عن دورك في كل موسم عن الموسم اللي قبله، بنشوف طبعا بنشوف دعم كبير منك، وفي الاحتفالات موجود، في التحضيرات موجود، طول الوقت موجود. بس فكرة المدير الإداري يمكن برضو ان انت جندي مجهول، دي بتبقى صعبة شوية، لان انت بتبقى محتاج ان انت تشتغل اكتر علشان المجهود ده يبان. هو يمكن انا اكتر واحد سعيد، يعني دايما المدير الاداري او الجهاز الاداري بيبقى اكتر واحد سعيد بالمكسب وبالمجهود اللي حصل للفرقه، ان هي وصلنا للمستوى دوت وخدنا كل البطولات. بتحس ان انت كل المجهود اللي انت عملتيه، ان يعني اهم حاجه من اساسيات المدير الاداري او الحاجات الاداريه ان انت بتجهزي كل حاجه. مسؤول عن كل تفصيله صغيره وكبيره. انا اهم حاجه للمدير الفني طبعًا. ان هو يبقى كل تركيزه في الحاجات الفنيه، كل حاجه بالنسبه له جاهزه، كل حاجه مش ما بيفكرش في حاجه. والحمد لله كابتن طارق بصراحه مديني الدور دوت وواثق فيا جدا. كل حاجة بتحصل، أي أزمة بتحصل لأي حاجة بالنسبة للملاعب، بالنسبة للتحضيرات، بالنسبة للفنادق، هو متأكد وواثق جدا إن هي بتكون جاهزة في ساعتها. فده الحمد لله بيعمل حاجة كبيرة جدا للمدير الفني، إن هو يبقى كل تركيزه في الحاجات النواحي الفنية اللي بتدي في الآخر إن إحنا الحمد لله نفوز بالبطولات. ورايا طبعا يعني برضو مش عايز أكبر إن أنا بعمل حاجة لوحدي، معايا إدارية في الفرقه. واهم حاجه في الدور ده كله بصراحه، يعني مهما كان اي اداري في الدنيا او اي مدير اداري في الدنيا، مهما كانت قوته في اداره النشاط الرياضي، دي لازم يعني دي مهمه جدا. اداره النشاط الرياضي كل ما بتبقى قويه، ورايا معايا مدير نشاط رياضي على اعلى مستوى ما شاء الله، كابتن خالد العوضي. مش عايز اقول، مش هقدر اتكلم عليه، لان هو يعني هي كلمه واحده، هو ما بينامش. يعني هو 24 ساعه موجود في النادي، متواصل مع كل الفرق، وبالذات يمكن فرقتي اكتر الباسكت، يعني انا متواصل معاه، بيوفر لي كل حاجه، اي مشكله بتحصل ولا اي حاجه، في مسانده جامده، مجلس الاداره معانا. فالحمد لله كل الحاجات ديت. النشاط الرياضي برضو ما بيبقى معاكي، وكلهم ما شاء الله ان هم بيسهل لنا حاجات كتيره، برجع ليهم في حاجات كتيره جدا. فكل الحاجات ديت، كل الحاجات دي العوامل اللي هي بتساعد المدير الفني وبتساعد الجهاز الاداري ان نوصل ان احنا السنه اللي فاتت الحمد لله حققنا 5 بطولات. طب. وده بمشي ببلان معين. السنه دي كنت اتمنى ونتمنى كلنا ان احنا نفوز ب5 بطولات، بس الحمد لله ربنا كرمنا ب4 بطولات، فده نجاح لا هو مهم جدا برضو يا كابتن ماجد، زي ما احنا بنتكلم او زي ما انت ذكرت فكره ان وجود، لو انت قدامك اي عوائق كمدير فريق، اكيد بيبقى لما تطلب ان العوائق دي تتسهل او تتحل، اكيد لازم يبقى في مجلس واعي واداره نشاط رياضي واعي زي ما انت قلت، علشان تحل او تسهل العوائق دي. اهم حاجه، دي يمكن من مقومات النجاح. فانا نجاحي نجاح الفرقه، ان احنا فزنا بكل الحاجات ديت، يبقى الحمد لله. انا بحس ان احنا كل الحاجات اللي عملناها او جميع النواحي الاداريه الحمد لله ماشيه مظبوط، واتمنى ان هي تفضل مظبوطه كده وماشيه على طول باذن الله، إن شاء الله. بالدعم من مجلس الاداره والنشاط الرياضي وكابتن خالد العوضي والجهاز الفني طبعا. واحلى حاجه في الدنيا البنات الجمال اللي وصلوا لنا في الاخر ان احنا ناخد أكيد. احلى 4 بطولات، وان شاء الله 5 بطولات السنه الجايه. 6 بقى اللي هي، انتوا دايما لما تخلصوا سيزون كده بيبقى استثنائي، بيبقى اللي جاي اصعب، ده احنا عارفينه دايما.